اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سعادتك معانا. اهلا يا دكتوره شيماء، النهارده ضيفتنا دكتوره شيماء رسلان، مدربه تنميه بشريه واستاذه ارشاد اسري ونفسي وخبيره اتيكيت في المظهر. اهلا بك يا استاذه اميره. اهلا بك. اعزائي المشاهدين، النهارده ان انا ادعي لملهمتي استاذه نهى زهره، وادعي لها يا رب بالشفاء والصحه والسعاده دايما يا رب. يا رب امين. اهلا ربنا يشفيها ويطمنك عليها يا رب. يا رب. النهارده موضوع البرنامج موضوع جديد، هتكلمنا الدكتوره شيماء رسلان عن عكوك الاباء. تمام. احنا الفتره دي محتاجين بالفعل نسلط الضوء بسبب المشاكل الكتير جدا اللي انتشرت الفتره دي، والاباء تعنيفهم لاولادهم والضغوط اللي بقت على الاباء والامهات خلتهم للاسف يعني طلعوا ضغطهم ده على اولادهم. فمؤخرا بالفعل انتشرت كتير قوي مشاكل كتير، وشفناها كتير على مواقع التواصل الاجتماعي. تمام. وشفناها في الواقع والحقيقه اكتر المشاكل اليومين دول، يعني في حوادث كتيره قوي مش بس في مصر، في المجتمع العربي كله والعالم. تمام. بتبين قد ايه الاب والام بقوا يعني فعلا بيعملوا، يعني هما اللي سببوا العقوق الوالدين، دي حاجه جديده جدا جدا. تمام جدا. تمام. انت تكلمينا بقى امتى بيوصل الابن انه يقول ان في عقوق حصل عليه؟ هو الاباء دايما بييجوا يشتكوا بعد فوات الاوان، فبيقولوا دايما ان الاولاد للاسف ابني عاق عدي مثلا، او بنتي للاسف بتعاملني بأسوأ، مش بتسال عليا كتير. سبب المشكله دي ترجع لايه؟ ترجع للاسف ان الولاد دول ما شبعوش حنان من صغرهم. فما تجيش النهارده تقول لي ابني عاق عليا او بنتي عاقه مثلا، ما بتسالش عني، قلبها جاحد عليا. يعني الخطا بيبقى من الاباء. اه طبعا. وانت مثلا ما ربطوش على التربيه الدينيه الحسنه من صغره، وانت مثلا طول حياتك بتتسلط عليه وبتعنفه في طريقته، في طريقتك معاه في التعامل، وهذا ثقته بنفسه جاي النهارده عايز لما يطلع يكون حنين عليك او يعاملك باسلوب كويس. فكل دي ضغوط للاسف اللي بيدفع ثمنها مين؟ الولاد. طيب امتى بقى لما بيكبروا بنبني سمار ضغطنا ده والحاله اللي احنا بنحط اولادنا فيها؟ لما بيكبروا. طب فاحنا ما زرعناش حنان، فطبعا هنبني ازاي؟ هنبني ازاي يعني اهتمام وبر بيهم؟ تقدري تديني دلوقتي ادوات الام والاب يتجنبوا انهم يوصلوا في الاخر لعقوق الابناء، اللي احنا دايما بنتكلم في عقوق الابناء. تمام. انا اخد ايه كتولز ادوات استخدمها كام؟ تمام. وانا بتعامل مع اولادي اهم حاجه. أيوة. نخف شويه من الضغوط اللي بنحط نفسنا فيها، بمعنى اننا طول الوقت او معظم الوقت بنشوف السلبيات عند اولادنا بس، لكن لو هم مثلا في ايجابيات بالنسبه لهم او تصرفات كويسه عملوها، احنا للاسف مش بناخد بالنا منها. طول الوقت بنسيطر بس على السلبيات وعلى سلبياتهم، عينينا مش بتشوف الايجابيات بتاعتهم. طيب. فاحنا محتاجين اننا نركز شويه مع الايجابيات بتاعت اولادنا. طيب هو ده اسمه ندعمهم نفسيا؟ ده اسمه حب؟ اه طبعا ده حب. طب ده احنا نقوله بالكلام ونقوله بالتصرفات؟ بكل حاجه. يعني كل يوم قولي لابنك انا بحبك. ليه لا؟ هي مش هتاخد دقيقه؟ مش هتاخد منا دقيقه، بدل ما نقول له يعني. عارفه يا استاذه اميره، للاسف من ضمن المشاكل او اللي بشوفها كتير اننا حتى بطلنا ننادي اولادنا باساميهم. امال يعني؟ اه يعني بطلنا ننادي باساميهم دايما، يا غبي، يا مش عارفه ايه، افتح مش عارفه ايه، انت يا حيوان، انت كل الالفاظ اللي احنا بنقولها لهم دي اثرت عليهم جدا. دكتوره شيماء، طب ايه اهم الخطوات لبناء الثقه بالنفس عند الاطفال؟ اننا نمدحهم كتير. تمام. اننا زي ما بننمي مهاراتهم الكبرى اللي هي بيلعبوا العاب قوه والحاجات دي، لا ننمي كمان مهاراتهم الصغرى. تمام. مراكز تنميه المهارات بقت منتشره دلوقتي وموجوده في كل الاماكن، فالمفروض اولادنا نوديهم بقى اماكن زي دي علشان يكون عندهم ثقه بالنفس. فتنميه المهارات الكبرى وتنميه المهارات الصغرى مهمه جدا للاطفال في الوضع ده، اننا نعاملهم معامله فيها لين ورأفه. تمام. يعني تقصدي لغه حب بتبقى الدايره في البيت، مش بس بقى بقدم الاكل، انا ممكن اقدم الاكل بحب، مش بس طبعاً. بقدم مش طبعاً. الاب بس، اصل احنا دايما بنحط المسؤوليه التربيه على الام. لا عايزه بقى المسؤوليه. احنا محتاجين ايه من الاب؟ لا لا، الاب محتاج ايه؟ محتاج يكون موجود في البيت. يعني دايما في المحاضرات اللي بعملها دايما اقول للزوج، يا ريت وانت داخل زي ما بتغير لبسك كده وانت داخل، اقلع معاه كمان ضغوط شغلك وضغوط حياتك. الاب طول ما هو موجود في البيت للاسف يا اما ماسك تليفون، طب في حالات نايم، في حالات معينه جات لك
وكانت المشكلة ان الولد عايز يسمع من ابوه كلمة معينة قدوة، البنت عايزة تسمع مدح من الاب. بالفعل بالاخص بقى لما يكون الموضوع ليه علاقة بتعديل السلوك، تمام؟ طيب، لان انا بدي جلسات في تعديل السلوك. دور الكلمة يعني مثلا دور الايه؟ الكلمة، دور الكلمة اللي هو بيقولها. الكلمة دي مهمة جدا، اسكات حلوة محبطة بتأثر جدا، يا بتطلع الولد فعلا سابح سما، يا بتنزله وبتحبطه وبتأثر عليه. الاولاد اللي انا بعمل لهم جلسات تعديل السلوك ده، لو معظمهم المشاكل اللي هم بيواجهوها انهم في للاسف الكلام السلبي اللي بيسمعوه في البيت والضغوط النفسية اللي بيسمعوها في البيت وبيتحطوا عليها من الاب والام، هي اللي حطاهم في الضغوط دي. طيب دلوقتي انا كأم اوريدي انا مضغوطه، تمام، فطبيعي جدا بتعامل اطلع ضغطي بقى على اولادي هايل جدا. ازاي بقى انا اوصل لحاله السلام النفسي اللي انا اقدر فيها ابقى ام هاديه اتعامل مع العند والغضب والعيق وكل وطول اليوم الكتير قوي اللي ورايا فيها مهام شغل واكل وبيت واصحاب ومشاكل بره البيت ومرور وكل الحاجات دي؟ تمام يا فندم، هو المطلوب يعني انا علشان مضغوطه مثلا اطلع ضغطي على اولادي؟ هم ذنبهم ايه؟ هم الاضعف. هم الاضعف؟ لا طبعا ما ينفعش. وعلى فكره من ضمن المشاكل برضو اللي سببها العنف، عنف الاباء اتجاه اولادهم الفتره دي، بيكون الموضوع في حاله عند، يا الام بتعند في يعني مش هو تمام، هو عصبها ضايقها فهي بتعند في عايزه تطلع الضغط ده على الاولاد. والعكس بقى، والعكس بيحصل مع الاب كمان. فالمفروض علينا اننا نحتوي اولادنا اكتر من كده، نراعيهم نغذيهم حب، الموضوع مش اكل وبس. فوجود الاب في البيت مهم جدا، وجود الاب في البيت ده شيء عامل مهم جدا علشان ياثر على اولاده ويديهم طاقه يعني طاقه ايجابيه عكس الطاقه السلبيه اللي بياخدوها بسبب بعده عنهم. هو الوجود مش بس بوقت طويل، بيتهيالي انه يعني لو قلنا الوقت اللي هو يقضيه يعني يقول فيه ايه، يعمل فيه ايه، بس فيهم طاقه ايه، يحافظوا يا فندم، يحافظوا على جلسه اسريه كل يوم بالليل. لو كل يوم بالليل حاولوا انهم يقعدوا مع بعض كل اسبوع في كل يوم لا لا كل يوم بالليل، ولو حتى ربع ساعه. لو يعني حتى رايك يسيبوا السوشيال ميديا ويسيبوا الموبايلات؟ طبعا. مين اهم؟ دكتوره شلماء، ادينا طريقه للاب والام يحققوها لابنهم. يا ايه يحققوها لابنهم؟ النفسي ان هم اهم حاجه. بس انها المفروض مثلا ابني لما يكون في درس بره او في مدرسه بره او في اي مكان بره، لما يرجع الام بتجري وتسال عليه. اهم حاجه اول ما بتشوف ابنها بتسال على ايه، عملت ايه، عملت ايه، المدرس قال لك ايه. لكن جربت مره تساله انت عامل ايه، الحمد لله على سلامتك، يومك كان ازاي، في حاجه حصلت بره ضايقتك، شفت حاجه في المدرسه او شفت حاجه في الدرس او شفت حاجه وانت في النادي ضايقتك وعصبتك؟ دي لغه الحب اللي المفروض تبقى موجوده. طبعا طبعا، وده دور الاب بقى بعد ما يرجع من المدرسه. المفروض ان هو بيتواصل مع اولاده، الموضوع ما يقتصرش بس على انه جاب لهم كل متطلبات بيتهم وخلاص ويبعد. هو المفروض يبقى في تواصل ما بين الاب بالفعل وما بين اولاده، يسالهم يعني يشوف اهتماماتهم. تمام جميل. حتى لو في مشكله في البيت، المفروض مثلا لو في مشكله في البيت او حاجه بيقعدوا مع بعض ويدرسوا المشكله دي. فاهمه قصدي؟ فكل الحاجات دي مهمة جدا، كل الحاجات دي مهمة ليه؟ علشان نخلق بيئة صحية، بيئة مناسبة، بيئة بالفعل يقدروا ولادنا يعني يتربوا فيها ويطلعوا بالفعل نشأ كويس. يعني انت ممكن تحولي الجلسة اللي جاي فيها الطفل اللي هو بيقولوا عليه عنده مشكلة لجلسة محتاجها الأب والأم؟ بيحصل معايا كتير جدا. أنا مؤخرا بالفعل في بنت، والدتي طبعا والدتها الأول جت وقابلتني، وبعدين قالت لي بنتي عندها مشكلة وما عندهاش تواصل مع حد أبدا، وثقتها بنفسها معدومة، وما بتتكلمش مع حد أبدا، ما بتتواصلش مع حد أبدا، لدرجة إن أنا منعت أوديها المدرسة وبقيت أجيب لها حد في البيت. المدرسين في البيت ليه؟ لأن دايما ملهاش أصحاب، ملهاش حد. والمشكلة طبعا كل الموضوع ده أنا سمعته من وجهة نظر واحدة اللي هي الأم، فطلبت إن أنا أقعد مع البنت. لما قعدت مع البنت لقيت البنت ما عندهاش مشكله ابدا، والدتها هي اللي كان عندها مشكله. البنت ما عندهاش مشكله، البنت من صغرها مامتها دايما بتنتقدها، بتنتقد كل تصرفاتها، بتنتقد كل سلوكياتها، اي حاجه تعملها تنتقدها، بتنتقد شكلها طول الوقت، تقول لها انت شكلك وحش، انا مش عايزاكي تطلعي معايا في مشاوير، مش عايزاكي تروحي معايا. فالبنت اخذت. طب انا دلوقتي فعلا البنت بتعمل تصرفات غلط، انا عايزه اقولها ازاي؟ اغلف الموضوع بقى. هايل. زي بجد والله زي البوبون كده، بنغلف الموضوع. لو بنعمل ايه؟ بنديها كلام ايجابي كتير جدا، يعني انت كويسه، انت ست البنات، انا دايما بتباهي بيكي قدام كل الناس، انت دايما ترفع انت من روحها المعنويه. ترفع من روحها. وبعدين بتقول لها بس ناقص كذا وكذا، يعني تقول لها بقى تحط السلوكيات اللي هي اللي شايفاها البنت بتعملها مش كويسه، يعني تقول لها انا عايزاكي احسن واحده في الدنيا، عايزه اشوفك بجد حد متميز جدا، عايزاكي اشوفك افضل بنت. ده بقى اللي بيسموه في علم النفس القبول الغير مشروط. طبعا الحب الغير مشروط.
ونتقبل الغير مشروط. يعني انا بحب ابني في كل حالاته، مش علشان هو بس بيذاكر، مش علشان هو متفوق في الدراسه، مش علشان هو محافظ على الحاجات اللي من وجهه نظرنا وجهه نظر الناس هي تهمنا، بس ان هو يكون شكله كويس قدام الناس، بس ان انا اتباهى بابني بدرجاته الدراسيه، لكن ما يهم ده واقع ده على نفسيه ابني ايه؟ لا ما يهمنيش. يعني صحته النفسيه اهم بكتير جدا من ان انا اخد منه نتيجه في الدراسه بس، أكيد. او رضا الاخرين، وهو اوريدي مش سوي نفسيا. تمام، هي صحته النفسيه لو اتاثرت بحاجه عمره ما هيكون طفل سوي. يعني انا انسان سوي. انا بتهيالي ان تربيه الطفل ومهمه الام الاولى والاخيره ان هي تطلع طفل سوي، بعد كده تبقى هي كده عملت كل اللي عليها وتركت الاثر الجميل، لانها سابت ولد او بنت اسوياء. مش الام بس يا فندم، الام والاب الاثنين يشاركوا في انهم يطلعوا اولاد اسوياء. دكتوره شيماء، طب لو في طفل عنيد نتعامل معاه ازاي؟ موضوع بقى الطفل العنيد ده، في الحقيقه انا حضرتك يعني بشكرك على السؤال ده، لان الطفل العنيد يا فندم انا نفسي اقول لكل ام وكل اب ان الطفل العنيد ده طفل قائد بطبعه، هو شخصيه بتحب يكون ليها وجود، ما بيحبش يكون ياخد اوامر مباشره من حد، هو عايز بس يكون حد يعني مقبول مهم. لا مهم، خدي رايه. فاحيانا ممكن تجيلي امهات مثلا فيقولوا لي ابننا، ممكن تجيلي، وده محصل مؤخرا، بتيجي ام مثلا تقول لي انا عندي ابني خلاص انا مش قادره اتعامل معاه، اتصرفي شوفي لك حل. ايه المشكله؟ تقولي انا عايزاه زي اخوه الكبير، اخوه الكبير كويس جدا، بيسمع الكلام جدا، عمره ما بحط حاجه ويعترض عليها، عمره ما بقول له البس حاجه ويعترض عليها، اللي بقول له عليه بيعمله. طب انا فعلا عندي ده، الطفل ده انا اتعامل معاه ازاي في خطوات؟ انا عايزه انه يخرج من الحلقه. عنده مشكله هايل، الطفل دي شخصيه تابعه، الطفل اللي ما بيعترضش على حاجه، اللي هو ماشي على كل اوامرك ما بيعترضش عليها، ده طفل عنده مشكله. طب لكن الطفل العنيد ده بقى بالعكس، دي شخصيه قياديه، ما بيحبش يكون شخصيه تابعه. المفروض نتعامل معاه ازاي؟ هنا بقى النهارده يعني فرصه كويسه ان انا اوصل للامهات ازاي يتعاملوا مع الاطفال اللي بالشكل ده، يتعاملوا معاهم ازاي، يحترموهم، يقدروهم شويه. ما ينفعش مثلا تفرضي عليه حاجه، هتعملي خطوه بسيطه بس، قبل ما تعملي اكل خدي رايه، حتى لو سنه صغير خدي رايه، تاكل كذا ولا كذا، والمحدود واللي ما موجود عندك في البيت، يعني تاكل مثلا لو هي تعمل، تاكل مثلا بطاطس ولا تاكل بيض، تاكل رز ولا تاكل مكرونه، فاهمه قصدي؟ هي لما بتحط له الحلول دي هو بيحس بنفسه او بيقدر ذاته، بيحس بنفسه جدا، فلما يطلب يقول لها مثلا هاكل رز مثلا بيبقى مبسوط، حاسس ان هو ليه راي في البيت. لما يجي مثلا الامهات اللي بتشتكي من الاولاد، لما بيجي يطلعوا من يكونوا خارجين ولا حاجه، تطلع لهم لبس او حاجه، دي اكتر مشكله طبعا. لا لا مش هلبس دي. الحل ايه؟ طلعي مثلا طقمين ثلاثه وحطيهم قدامه وقولي يا حبيبي اختار تلبس ايه منهم. هي ده حل. الطفل العنيد قلنا شخصيه قياديه، تمام، لما تيجي المدخل بتاعه فين؟ انك تدخلي له بالحب، يا حبيبي علشان خاطري، يا حبيبي انا بحبك بس بلاش تتكلم بالسلوك ده، يا حبيبي انت احسن واحد عندي في الدنيا بس بلاش تتكلم بالسلوك ده. دلوقتي سؤالي بقى، قوليلي الام دي برضو والاب ده انا محتاجاهم يبقوا هادين في ظل الضغوط واللي احنا فيه، يبقوا هادين يفصلوا شويه. يفصلوا ازاي؟ هو الضغط في الغالب بيكون على الام، لان الاب اصلا بيرجع من شغله، تمام، هو بالنسبه له الشغل بالنسبه له يعني مش ضغوط، يعني مش ضغوط يعني مش ضغوط قوي، فاهمه قصدي؟ فالمهم هو لما بيرجع من الشغل شويه بيقعد يتغدى وبتاع، وبعدين بينزل مع اصحابه بقى على القهوه طول الليل، والموضوع بالنسبه له الضغوط اصلا الاكثر بتكون على الام. طيب الام تخف الضغوط دي عليها ازاي؟ انها تخلق لنفسها وقت، تخلق لنفسها جو في البيت. وفي نهايه الحلقه، عشان وقت الحلقه بس يا دكتوره، دايما بنسمع عن مصطلح الاتيكيت، وبرغم من كده ناس كتير ما تعرفش مفهوم الاتيكيت، تمام، او عندها مفهوم خطأ عنه، فعايزين نعرف من حضرتك المفهوم الصحيح، بس يا ريت في وقت قصير عشان وقت الحلقه. طيب تمام، هو الاتيكيت باختصار شديد جدا هو فن الخصال الحميده، فن التعامل بروكي، ازاي تتعامل بروكي، ازاي تكون شخص كل تصرفاتك مدروسه، مش شخص عفوي، مش شخص فوضوي، هو ده باختصار جدا مفهوم الاتيكيت. قولي لي بقى عن اهم حاجه اتيكيتي وانا قاعده على السوشيال ميديا وقاعده على الفيسبوك، اعمل ايه علشان الاتيكيت بقى في الحته دي وقع فعلا؟ تمام، هي للاسف وسائل التواصل الاجتماعي بقت كانها مرايه للبيت، اي حد يعمل اي حاجه يصورها، حتى الاكلات اللي الزوجه بقت بتعملها دي حاجات جميله وايجابيه وبتشجع. لا مش ايجابيه، طيب انا مش ايجابيه يا فندم، انا ازاي تكون الاتيكيت بالنسبه وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبه لي مرايتي في البيت؟ لا دي حاجه مش كويسه. دكتوره لو انا جاي لضيف اتعامل معاه ازاي بالاتيكيت؟ ضيف؟
لو جاي لك ضيف المفروض طبعا بتكون في ميعاد مسبق، يعني ما ينفعش، مش مسموح ابدا ومش من الاتيكيت ابدا ان انا ممكن اروح عند حد بدون يعني ميعاد مسبق. تمام. المفروض يا فندم حضرتك في حد جاي خلاص بتكون في انتظاره، لو المدام لو موجوده في البيت او والده حضرتك او اخت حضرتك او حاجه، تمام، او حضرتك مثلا لو اللي هتستقبلي حد. طب حتى البيت ميعاد مسبق حتى لو الاخوات القريبين او في قرابه، المفروض يا فندم المفروض يفضل لو اخويا او اختي برده المكان، يفضل وانا نازل رايح المكان يكون الناس في انتظاري. اتصل؟ لا، يكون الناس في انتظاري. يعني انا احساسي لما اكون رايحه عند حد زياره، يفضل احساس حضرتك ايه لو رايحه عند حد؟ يفضل انه يكون في انتظارك. حتى لو الحد ده قريب، اخويا او اختي؟ اه طبعا يا فندم، المفروض مكالمه تليفون، مش هتكلف حضرتك حاجه، بس يكونوا في انتظارك. والا مثلا تنزل وتروح وبعد المسافه والمشوار ده كله تلاقيهم مش موجودين في البيت مثلا. فاهم قصدي؟ طيب. فالمفروض ان الـ يعني حضرتك بتكوني لو الضيفه خاصه بحضرتك المفروض بتكوني جاهزه لاستقبالها، مش مسموح ابدا ما دام وصلت في الميعاد حد يفتح لها الباب غير حضرتك او حضرتك. تمام. المفروض بتكوني مجهزه حاجات معينه طبعا، زي ما بننظف البيت وبنرتب البيت وكل التفاصيل دي بتكون جاهزه. خلاص بنشوف هنقدم ايه، كل الترتيبات دي. ليه بقى؟ لان احيانا بنشوف مشاكل كتير، يعني بنواجه ده كتير جدا. تكوني زياره عند حد وبتقعدي كل شويه تنادي عليها، وانا جاي اقعد مع الانتريه، انا جاي اقعد لوحدي. دكتوره شيماء، كلمه اخيره بقى توجهها للمشاهدين. احنا قطعناكي بس والله كلامك جميل وتحفه، والحلقه مفيده جدا جدا جدا. وجه لنا كلمه اخيره، نتمنى تبقي معانا تاني ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. والله انا اتمنى بالفعل تكون دي فرصه ان انا اقول للناس يعني يحبوا الحياه حلوه، وتستاهل انها تتحب. كلنا لينا اعمار، وكلنا لينا وقت، وكلنا لينا يعني لينا اعمار كده كده هنعيشها. يفضل بقى تعيشيها مبسوطه ولا تعيشيها طول الوقت في ضغوط؟ طبعا يعني مبسوطه. اه طبعا مبسوطه. يعني حبوا الحياه تستاهل. خففوا الضغوط اللي عليكم شويه، خففوا الاحمال اللي عليكم شويه، حبوا اولادكم، حبهم بالطريقه اللي هم عايزين يتحبوا بيها، مش بالطريقه، بلاش نربيهم بالطريقه اللي احنا تربينا بيهم، لان الدنيا اتغيرت، ما بقيناش زي زمان. عايزين ناخد طاقه ايجابيه مهما كانت الظروف وتحت ايدكم. طبعا طبعا طبعا. وفي نهايه الحلقه احب اشكر جمهوري العزيز، واشكر دكتوره شيماء، واشكر استاذ ابراهيم، وادعي تاني لملهمتي استاذه نهى زهره، يا رب يديها الصحه وتخرج من دور الكورونا ده على خير. ربنا ان شاء الله يطمنك عليك، ويا رب يطمنا على كل التعبانين اللي في مصر وكل اللي اصابهم الكورونا. ومتشكره قوي يا دكتوره شيماء. والله ده الشكر ليا، انا اتحتوا لي الفرصه يعني ان اكون معاك واتعرف على شخصيات متميزه زي حضرتك. ربنا يخليك يا دكتوره، انت شرفتنا ونورتنا النهارده ونورت البرنامج. والله الشرف ليا، كلك ذوق.